هذه ترشيحات صيفيه من توم فورد. لوس تشيري راح يعطيكم السويت بالبدايه، راح يعطيك قنبله سويت بالبدايه، راح تحس انه ثقيل، ممكن ما يعجبك العطر بالبدايه، بس بعد ما يبرد اعطيه 5 دقائق بالكثير راح يتغير معاك العطر، راح يصير جدا سويت، يعطيك نوعا ما لمح الباودر على تحس نسائي بحت، يعني ما اشوف انه مناسب للجنسين. فلعشاق العطور السويت لازم تجربون لوس تشيري من توم فورد. روز بريك، الروز على الباودر ينفع للصيف والشتاء، ايضا ارشحه للبنات، ما اشوف انه مناسب للشباب. لتر بيتش، طبعا العطر هذا راح يعطيك مشمش البدايه، راح تشم ريحه المشمش واضحه جدا، يعني اوضح نوته بالعطر هي المشمش، هم بعد الباودر راح يعطيك لمحه شوي. العطر اشوفه الصيفي مناسب للجنسين، ينفع الشباب البنات حق الشاب عطور الفروت، قالوا لازم تجرب العطر هذا. بالنسبه لي اشوف ان العطر يعني مو شيء مميز، ممكن عطر تشمه بالعطور الثانيه وايد العطر هذا، بس هم بعد انه يستحق التجربه. ما شم ريحه الكافيه نهائيا، العطر تبع الكافيه بس ما في ريحه كافيه، ممكن ريحه الروز واضحه جدا، نوع من الروز ثقيل بس تحس هم بعد في روائح ثانيه مخففه ريحه الروز بالعطر هذا، بس هم بعد يعني من ترشيحات الصيفيه لكن مو التوب بينهم. يعني لو برشح لكم توب حق البنات راح ارشح روز بريك ولوس تشيري. هذا سلال نيج، العطر هذا اشوف انه بارد حق الناس اللي يحبون العطور البارده، فخامه تحس العطر فخم، يعني توم فورد اكيد، فجايك العطر المسك البارد، هم بعد ينفع ان تمكسه مع عطور ثانيه ممكن يزيد ثباته فرحانه ان المسك اللي فيه، جايك نوع ما مسك صافي وبارد وممزود نوعا ما مع زهار خفيفه، يعني مو ما راح تشم ريحه ثقيله بالعطر، بس الناس اللي تحب تستمتع بالعطر يعني ما تبي شيء صدعك، تبي شيء بارد خفيف بالصيف، انصح وارشح لكم سوليل نيج. تبي شيء فريش يعطيك مود انتعاش نشاط الصبح، تبي شيء بعد الشاور، هم بعد ارشح لكم نيرولي من مو اول دخله الاركيد، ثاني دخله اللي صوب ستاربكس. طبعا اول ما تدش راح يكون محل مزيج على يسارك تقريبا 8 أو 9 محل، طبعا اليوم مستريح تسوين عرض، عرض جدا ممتاز، في شحن مجاني حق الخليج بس اليوم، وبعد محاولات عديدة معاهم موافقوا ان يسوون بس اليوم شحن مجاني. طبعا مثل ما قلت لكم العرض بس اليوم، عطرين مع عطر شعب 55 دينار والشحن والتوصيل مجاني بالكويت او دول الخليج. قلت لكم في عطرين من مستريس فخمين حيل، سعرهم الواحد ب 45 دينار اللي هو مستريس، طبعا مستريس مكونات اللي هي العود الهندي والورد التركي والزعفران والعنبر، جدا فخم حق مناسبات وينفع الجنسين، ثبات فرحان فوق الممتاز، سعره 45 دينار لكن لو تاخذه مع العرض اللي هو عطرين مع عطر شعر راح يطلع عليك ب 55 دينار والشحن مجاني بدول الخليج، وهم بعد بالكويت التوصيل مجاني. بعد عطر برامه سعره ب 45 دينار بروحه مع العرض، عطرين مع عطر الشعر والجسم راح يطلع عليك ب 55 دينار، عطرين والعطر مال الجسم والشعر، لافندر وزهور وعنبر ومسك وعود، جدا فخم. هم بعد مناسب الجنسين، ثباته فوحانه فوق الممتاز. ورشح لكم اذا بتاخذون عطر شعر تاخذون عطر اليجنت، اليجنت يعني مناسب الجنسين، يعطيك ريحه نظافه سويت على فريش. رشحه بعد الشاور جدا ممتاز، يعني تحطه على شعرك وجسمك راح تستمتع بالثبات اليوم كله. تاخذ مثلا امور مستريس مع عطر الشعر، او مثلا امالفي اللي هي مكوناته ريحة خشاب مع زهور سبايسي، وتحس انه يعطيك لمحة من البخور. عطر امور والبرغموت والبينك بيبر والفانيلا والزعفران والمسك والباتشولي، شيء ممتاز صراحة. امور من بعد يعني يعطيك روائح الشاي الاسود، اذا انت يعني تحب روائح الشاي الاسود من بعد راح يعطيك اياها امور. مستريس مثلا ومال الشعر 55 دينار، تخيل ان هذا بروحه ب 45 دينار، شامل شحن مجاني بس اليوم، اذا بتطلب وتبي تلحق على الشحن المجاني بس اليوم عندهم العرض هذا. او مثلا تاخذ امالفي مع مستريوس، او مثلا براما مع امالفي، انا قلت لكم المكونات وانت عاد اختار العطر اللي يناسبك منهم. هم بعد عندكم عطر سبيرت مكوناته الزهور والفانيلا والياسمين والمسك، طبعا الياسمين معروف انه اكثر مكون رشح للمتزوجين بشكل عام، شيء جدا ممتاز اللي هو عطر سبيرت رشح للمتزوجين، ونوعا ما يعطيك الفرمون، الفرمون طبعا الياسمين الطبيعي مرات يكون بالعطر بديل للفرمان، فاختار من العطور هذه اللي يناسبك. عطرين مع عطر شعر وجسم، طبعا ينفع حق الشعر والجسم، يعني عطرين مع عطر شعر يطلع عليك ب 55 دينار، يعني 3 عطور بشكل عام. انا عندي عطر الشعر هذا مرات استعمله عطر عادي،
فعندك يعني ثلاث عطور ب55 دينار، والشحن مجاني والتوصيل مجاني بالكويت، والعرض هذا مو متوفر بالموقع مالهم، فقط المزيج او الواتساب او الانستغرام. فجربوا العرض هذا بس اليوم، جربوه قبل لا يخلص واعطوني رايكم فيه.